كان عندهم شغف للسيارات الألمانية وبيحبوها بالتأكيد إذا كنتوا من عشاق السيارات بشكل عام وخصوصاً الكلاسيكية منها. هذا المكان هو المكان الأنسب لتزوروه وتشوفوا فيه كل السيارات اللي بتحبوها. كلاسيك غميسة برلين هو أكثر من متحف، هو مكان لصالات العرض وكمان لورشات التصليح للسيارات الكلاسيكية من مختلف الماركات العالمية. السيارات هون كتير غالية، وإذا كنتوا حابين تشتروا سيارة من هاي السيارات، الفرصة الوحيدة لكم أنه تربحوا شي ورقة يا نصيب. بعض السيارات هون نادرة جداً جداً لدرجة أنه ممكن تفاجئكم، وبالإضافة أنه ممكن تحسوا حالكم رجعتوا بالزمن 100 سنة لورا لما تضيعوا بين هاي السيارات الكلاسيكية والقديمة وكمان الموتورات الكلاسيكية مثل هذا الموتور الحلو اللي شايفينه. قسم كبير من السيارات الموجودة هون بإمكانكم تلمسوها وكمان بإمكانكم تتصوروا قدامها. في قسم تاني للسيارات الأغلى مثل فيراري وبوغاتي، هي السيارات موجودة بس من وراء البلور، وإذا انغرمتوا بوحدة منهم وكان عندكم القدرة ممكن ترجعوا فيها على البيت. إذا ما كان عندكم قدرة تشتروا سيارة حقيقية مثل السيارات اللي شفناها قبل شوي، ممكن تشتروا سيارة مثل هاي سيفونير لتبقى عندكم ذكرى كتير حلوة من هذا المحل الحلو وتحديداً لعشاق السيارات الكلاسيكية. هذا المكان بيجمع بين العرض البيع والتصليح، هون فيكم تشوفوا كيف تتصلح السيارات الكلاسيكية وكمان تلاقوا قطع بديلة لها. اللي بيميز هذا المكان هو طريقة المحافظة على السيارات الكلاسيكية وتجديدها وتصليحها لتبقى بالصورة الحلوة اللي عم نشوفها فيها. أنا شخصياً لقيت السيارة اللي كنت بحلم فيها، هي سيارة أحلامي مثل ما أنتم شايفين، سعرها بس 500,000 يورو. أنتم شاركونا بسيارات اللي أنتم بتحلموا فيها، شو هي سياراتكم المفضلة؟ وأنا المرة الجاية بشوفكم على خير، باي باي.